النجم العالمي كابتن محمد رشوان. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه. احنا بنتقابل كل فتره وفتره لكن لما بنشوف بعض كنا بنلعب والله. لا ولا بعد كده احنا اتقابلنا كذا مره، بس لما بنشوف بعض كأننا نعرف بعض بقالنا مثلا. طبعا اكيد طبعا. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله. لسه قاعد في اسكندريه؟ طبعا. تحب البحر؟ عشق. بتحب البحر؟ طبعا. انا كنت عاوز اسالك سؤال كده قبل ما نقعد ونتكلم، ليه اسكندريه مشهوره بكره السله؟ مش عارف، بس عشان تاريخ طه ورده وطارق الصباغ وعصام ابو العنين وزاهر وطارق الصباغ وكل دول كانوا معانا في لوس انجلوس. بالظبط. مش كده ولا ايه؟ لما كنا بنركب الاتوبيس مع بعض ونروح الماتشات والتمارين والكلام ده. بالظبط كده. انا سعيد ان انت موجود معانا على شاشه قناتنا الاهلي، لان انت تستاهل كل خير. مش عايز اقول لك انا بعزك قد ايه وبحبك قد ايه. ربنا يسعدك. هنقعد هنشرب حاجه وبعد